طويل وانا غادي فيه وحيد، جرح قديم وجرح جديد، قلبي فيك وجوه الناس كل يوم في حاله بألف لوم، ويا ويلك لك انتي مضمون يلعبوا بيك. طريقي طويل وانا غادي فيه وحيد، جرح قديم وجرح جديد، قلبي فيك وجوه الناس كل يوم في حاله بألف لون، ويا ويلك لك انتي مضمون يلعبوا بيك. ولدي خلعتيني يا حبيبي، خلعتيني حيدتي البلب بلا كثر منه. عارف فين غادي توصل؟ عارفتش، قهرتيني يا ديك، قتلني بالخلعة. نوض وليدي، نوض. يونس؟ لا بس الحمد لله، عرفت شكون اللي سرب الخبر. شوف خليني غير نتاكد ونعاود نعيط لك. صافي، انا بغيتك تتاكد من البراءه ديالي. يلا شكرا. ألو سي مهدي، معاك مريم الصحفية. لاباس الحمد لله. سي مهدي بغيت غير نقولك بلي الكاتبة ديالك اللي سربت الخبر. ياك وكيفاش عرفتي انت هادشي؟ هي تقدر تتأكد براسك. أنا بغيت غير نقولك بلي عمري ما نخون الثقة ديالك، وأنا ما كنتبع ما كنتشرى. وخا بنتك حاولت دير معايا هادشي ولكن لا.
صافي صافي، انا عادي نشوف اش عندي. سلام. شكون اللي عيط عليك؟ حاج الله يرضي عليك، خليك انت مرتاحه. لا ما تبقي تسولي هادشي، تخبي عليا. لا الحاج، انا ما كنخبيش عليك، انا كنخاف عليك، ما بغيتكش تشتمي راسك بهادشي، ما بغيتكش تعصبي. بقى خاطرك مزيان، قلبك هشيش، من الأحسن بلا ما تدخلي لهاد الحرب اللي انتي ما فاهمة فيها والو. الحرب؟ خلعتيني يا الحاج. ما عندك علاش تخلعي، هادي حرب وانا قاد عليها. والله يقدرك عليهم كاملين. صافي، هادو هما اللي بغيت منك الحاج، دعاوي ديال الخير وديك السعادة الله تاوي. صباح الخير. صباح الخير الحاج، كي بقيتي شويه؟ الحمد لله. الحاجه شتيني الفطور في الجرده؟ موجود، سبقوني انا غنمشي للكوزينه ونلحق عليكم. بغيت نسرع الحاج لي شويه. شحال هادي ما شديت كونجي، بدا كيتجمع عليا العيا. بابا انت راك مريض، خاصك تمشي تشوف الطبيب. ان شاء الله. كون هي بقيتي في بيتك حسن، علاش نازل؟ لا لا، النعاس غير كيزيد يكمل عليا. باقا مقلقة؟ ما مقلقاش. سبحان الله، كتخبي عليا من الفوق. أنا اللي كنخبي عليك؟ شنو بغيتي تقولي؟ أنا اللي كنخبي عليك؟ على كل حال، حتى حاجة ما بقات كتخبى، كل شي كيبان في وقته. قالوا لي حبستي الخدمة بالشركة. شكون قالها لك؟ أنا عندي الجواسيس ديالي، ماشي غير أنت. عيطت عليك في التليفون لقيتو طافي، وأنا نعيط ليوسف. هو اللي قالك بغيت تحبس الخدمة؟ لا ماشي بهذه الطريقة، قال لي غيتا دخلت للكوزينة والمرة كدار. قلت لي شنو زعما؟ تولي مولات الدار؟ قال لي بحال والو. قلت لي غير كون هاني، غيتا مع عمرها تحبس الخدمه من الشركه. علاش زعما؟ ما كاينش شي شركه تقدر تخدم بلا بيك. انا المهم عندي دابا بابا هو انت تولي لاباس ان شاء الله. بقى مخبيه عليا شي حاجه اخرى؟ شنو عاوتاني؟ قالوا لي تلاقيتي بمريم الصحفيه. اه كنت باغا نقولها لك، غير ما جاتش الفرصه وصافي. انا مشيت نشوفها باش نعرف علاش خرجت عليك داك الخبر. وباش عرفتيها؟ هي اللي عيطت لي. هي؟ هي قالت لي باللي السكرتيره ديالنا رجاء هي اللي سربت الخبر.
فراسي. باش عرفتيها؟ الجواسيس ديالي. غيتا، عندي لك طلب واحد، نبغيك تبقاي بعيدة من هذا الموضوع. واخا. باقي محتاجني في شي حاجة بابا؟ لا بنتي لا. جلستي تفطري معانا؟ لا ماما شكرا، انا فاطره غادي يمشي عليا الحال. بابا انا غنمشي لخدمتي. الله يرضي عليك. كتبانوا ليا ماشي على برجكم شي حاجه، ماشي هي هذيك؟ لا كل شيء هو هذاك، هذه غير شي سلعه حاصله في المرسى خاصها تخرجها. والله يعاونكم. سير بنتي الله يعاونك. بسلامه هاد الساعه. بسلامه. سي المهدي فطر. لا لا فطري انتي. مريم واش نساو اللي فات ونبداو صفحه جديده؟ كيف قلت لك من قبل راه ما عندي حتى شي دخل في هذا الموضوع. ماشي مشكل، عارفه اللي كاين. ولا حتى انا مقلقه عليا؟ ديما تنقول لك انا ما كندخلش العاطفه في الخدمه، ما عندي علاش نتقلق عليك. المهم اتصلتي بالحاج مهدي؟ شنو قال لك؟ عرفتي شنو قال لي اول حاجه؟ قال لي فين غبرتي. شخصيته قويه داك السيد، وما عمرك ما تتوقع شنو غادي يقول ولا شنو غادي يدير. المهم باش جاوبتي انت؟ قلت لي اللي كاين، قال لي ما يدير حتى شي حاجه حتى يتاكد. الشيء اللي كيعجبني في الحاج المهدي من غير انه قاصح في خدمته، قلبه بيض وما كيبغيش الظلم. انسان غامض، بزاف ديال الحوايج سمعتهم عليه قبل ما نتلاقاه، ما لقيت منهم حتى شي حاجه. كانوا كيقولوا لي باللي صعيب وقاصح في الخدمه ومصلحته هي الاولى، ولكن لا، ملي جلست معاه لقيته باللي انسان سهل في التعامل. دايوغ راه باين داكشي من الاعمال الخيريه اللي كيدير. مزيان ملي جبتي هذا الموضوع هذا. بغيتها مريم اول حاجه ديريها من مورا التوقف ديالك وتكتبي على هادشي، وخصوصا تكتبي على السخاوه ديال الحاج المهدي وعلى المساعدات اللي كيقدم للجمعيات النسائيه. علاش زعما؟ كنظن انه كيستحق، وفي نفس الوقت غادي نعطيو نموذج وقدوه الناس اللي بحاله باش يديروا بحاله. ما عرفتش، يكون خير ان شاء الله. الحوت شويه ولا طاجين؟ كيفاش تبغي تاكلي الحوت، شويه ولا طاجين؟ شويه. مدام غيتا صافا؟ الحمد لله. كيبقى الحاج؟ لا لاباس. وصراحة الحاج خصو شي كونجي. كونجي؟ الحاج لا غاب غير نهار كيجي كيلقى الخدمة أخرى كتسناه. آه بصح. والصراحة بغيت زعما نمشي نشوفو، ولكن ولكن شنو؟ صافي منين نكون خارجة غنطلع عليه ويلا معايا. بصح؟ ما كرهتش الحاج عزيز عليا صراحة، بغيت نمشي نشوفه.
حتى انت عزيز عليه. كنظن ولا ما عرفتش، اكره حاجه عندي في الدنيا هي شي حد يكون كيدور بجنابي وكيضحك ليا وهو كيغدرني. انا ما غيتها خلاتيني واش كتهضري عليا؟ معلوم لا. وعلان منين نعرف غنقول لك شكون؟ رجاء اجي عندي. بقيتي يا ولدي خلعتيني عليك، دخلت لقيتك بحال لا ميت. هاد الصهير غادي قتلك. ما عرفتش مالي يا ماما، يمكن غير العيا. لا بزاف على العيا بزاف، كان خاصك تشوف حالتك كيف كنتي مغيب، مكاينش في هاد العالم. واش باغي تقتلني؟ انا ما حيلتي ليك، ما حيلتي لباباك. يمكن وقع لا مريض، خصني نشوف شي طبيب. واش اللي مريض ولدي يخرج مع الصباح وما يرجع حتى للغد مع الصباح؟ وصافي ماما خليني عليك عفاك. اجي فين غادي؟ ما سولتيش على باباك؟ ما فكرتيش تطلع ليه؟ علاش مالي انا اللي مرضتو؟ اللي كتهضر عليه هكا راه باباك، وإلا كان قاصح معاك غير باغي مصلحتك. سبحان الله، في الدار كلشي باغي مصلحتي عادي، الا انا اللي ما باغيهاش ياك ماما. راه سولني عليك، دخل شوفو كيبقى، هضر معاه وهضر معاه بأدب. لو واخا كيبان لك قاصح قلبو حنين، هي كلمة طيبة كيولي رطب من الحرير. ها وشنا هي الكلمة اللي خصني نقول ليها أنا باش هو يبقى على خاطره؟ قول ليها بابا كي بقيتي بوس ليه يدو وجلس حداه طبطب عليه، دير بحال خواتاتك. ماما إذا كاين شي واحد كيعرفني في الدنيا مزيان راه هو أنتي، انا ما عنديش مع النفاق. ما بينك وبين النفاق حتى وحده غتدخل تشوف ماما. ماما غير خليني، ما بغيتش نشوف عفاك. ماما ماما ما بغيتش نشوف عفاك. ماما قاعد اسمح لي. عجبك هاد الحاله؟ عاجبك هادشي اللي انت فيه؟ كان غلط وما غيتعاودش، اول واخر مره. انت ما كيهمكش، كيهمكش يكون غلط ولا ما يكونش، ما كيهمكش انت تشوه السمعه والصوره ديال بوك قدام اللي يسوى وقدام اللي ما يسواش. قول لي شنو هي الحياة بالنسبة لك؟ شنو هي الرجولة بالنسبة لك؟ تقدر تقول لي باش انت راجل؟ وجاوبني، جاوب. الرجولة هي نكون بحالك. ما بغيتك تكون بحالي انا، ما بغيتك تكون انا، بغيتك تكون انت. انت الوحيد بين جوج ديال البنات، عمرك سولتي راسك شنو هي الأهمية ديالك بيناتهم؟ هداك تصحابني انا ما عارفكش شنو كدير. شتي انت؟ والو، انت تافه وغارق في التفاهه. شوف فيا ملي نكون كنهضر معاك، شوف فيا في عيني. انا كنشوف في عينيك غير اهمال، استهتار،
قلة الحياء. واش عمرك شفتي وجهك في المرايا؟ بدا تشوف وجهك مرة مرة باش تعرف حقيقتك شنو هي. ولكن أنا غادي نديك فين تعلم وفين تربى. أنا عارف كاع داك الشي اللي كدير. سير دابا السهر ولا ديع ولا سرح، ولكن وجد راسك. من غدا غادي تبدا حياة جديدة. أنا عارف عليك كلشي، ولكن أنا اللي غادي نوقف باش نبدك ونرد منك شي حاجة. دابا خرج علي، درك عليا وجهك سير في حالك بعد مني. بابا باقي هنا؟ دخلي تكلمي له راه بغاك. ما قالكش علاش؟ لا سلام. لاباس ماما؟ كلشي مزيان الحمد لله. قولي لي عادل قال لي بابا بغاني ياك. لاباس ها سيدي شوفي راه في الجهه الاخرى. غير خليك انا جاي عندك. كي دايره بنتي؟ لاباس؟ كي دايره بابا؟ هادي هي نجي نسول على بابا نشوفو كيف بقى. راني مريض زعما؟ لا الله لقيتها عاد سولتني عليك. والله الا كنسول فيك بابا ديما فاش كنفيق الصباح كنسول فيك. غير قالت لي ماما راك واخد الدوام بغيتش نصدعك. ما ذلك ما العادي الخارج من عندك غادي يطردق شنو قلتي له؟ هذاك حسابي معاه هو الاخر. خاصك تهضر حتى مع هادي. ومالي شنو درت انا ماما؟ انا الزين ديالي ما كاينش بحالو. الله يخليك ليا بابا. ماما راه ما عرفت مالها معايا، اللي كنديرها ما كتعجبهاش. انا ما مالي والو بنتي، غير باباك ملي تيجلس من الخدمه كيبدا يطلب ليا التقارير على كل واحد فيكم. عادي الخدا حقه، باقا غير نوبتك انتيا. واش من تقرير غتعطي عليا؟ انا مقابله قرايتي ماما ما كندير حتى حاجه خايبه. والو ما عندها ما تقول عليك. ايوا بعدا البنات راهم مصاحبين معاك اكثر مني انا وعادل. سعدتهم. انا بناتي كنثق فيهم باش الا بغاو يديروا شي حاجه يتفكروا هاد الثقه ويديروا بحسابها. ياك بنتي؟ بصح بابا. غير هو نوصيك نبغي اي حاجه تدور في هذاك الراس نسيق ليها الخبر انا الاول. كون هاني. اما هذاك عادل انا خصني نزيره باش نردو راجل. بابا بغيت نطلبك واحد الطلب. هيا غادي تستغلك. وجد راسك. وانتي مالك؟ خليها لالا تستغلني. انا موافق. انتي اش دخلك؟ قولي يا بنيتي. بابا واحد صاحبي. سلام. سلام. هاي 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 ديري اجتماع بلا بيا. جبت معايا واحد الضيف. حاجة. مرحبا. مرحبا. حاجة. كيف بقيتي؟ الحمد لله شويه. مرحبا بك يا ولدي. تبارك الله تبارك الله سبحان الله العظيم. شبه الوليد محطوط من صوت. تبارك الله عليك. كيف بقيتي الحاج؟ الحمد لله ولدي الحمد لله. الله إلا توحشتك. خليتي بلاصتك في الشركة. يا ما كاين باس. إلا كانت بنتي غيتها في الشركة بحال لا كاين أنا.
وكثر كاع الله يرضي عليك. مرحبا بالسي فؤاد. الله يبارك فيك. اختي اميمه صافا؟ صافا الحمد لله. انت صافا كلشي مزيان؟ بخير. المعرض قرب وبغينا نكونوا واجدين مزيان. داكشي اللي كاين حنا الحمد لله غادي مزيان. ايوا تبارك الله عليكم. يبارك فيك مدام غيتا. وحتى الحاج راه واقف لهادشي بيديه واخا مره كيجي يراقبنا. ايوا هذيك اول شركه اسسها وعطاها من وقته بزاف غير يديروا له خاطره. كوني هانيه. انا اهم حاجه عندي هي اللمسه المغربيه تكون باينه في المعرض. بالنسبه للمسه المغربيه راه قدرنا نحافظوا عليها سنين هادي وان شاء الله غادي تكون حاضره في المعرض. الحقيقه ماشي هادشي علاش بغيتك. بغيت اي حاجه طرات عندكم واي فرانك خرج نكون عارف. الصراحه مدام غيتا الحاج راك عارفه صعيب و خد وكي يجي راقب شنو هادشي مدام غيتا؟ عرفتك طلبتي كريدي من الباكا وما عطاولكش بغيت نعاونك. الصراحه ما عرفتش نقول لك شكرا بزاف واعتبرني من اليوم عينيك في غيتا الاتات. اي كلمه اي تحرك قبل ما يوقع غادي تكوني عارفه. هذا هو المطلوب. شكرا بطلع. شكرا بزاف. ما كتشوف ياك حتى كنقول صافي راه تعلمت الخدمه لكن فاش كنجلس معاك كنلقى راسي ما عارف والو. سي يوسف. وي دي ادم ياكل. ايه امي شنو كدير دابا؟ كتقرا. مزيان تبدلات عليا. بغيتي نسهل لك الموضوع؟ اين موضوع؟ صافي نسى. الصراحه مدام امي ما تعجبني بغيت زعما نجي نخطبها الا ما عندكش انت مانع. وانا اش دخلني في هادشي؟ خصك تشوف معايا الا ما عندهاش مانع. اجي ياك انت بعدا كنت رافض الفكره الزواج اولا. بدلت الفكره. وا سيدي انا ما عليا غير ندوي معاها ونعطيك المرتها وانت كمل الباقي. شكرا. اجي نمشيو نشوفها. انتي مضمون يلعبوا بيك
طريقي طويل وانا غادي فيه وحيد جرح قديم وجرح جديد قلبي فيه وجوه الناس كل يوم في حاله بألف لون ويا ويلك لك انتي مضمون يلعبوا بي See you.